أخي اللي أنا عز الدين، أخي اللي بعدي صلاح الدين في التعليم. عندي أخي الآخر اللي هو خير الدين، نقدر نقولك بطال، ما يشتغلش. يشتغل في واحد المؤسسة صغيرة هكذا، قال بالمياومة كما يقولوا. علاء الدين تخرج من ليبوزار، من الفنون الجميلة، وعامل بواد دو كومينيكاسيون، يشتغل على روحه من سنوات، وما عندوش علاقة طول بالثقافة. أحيانا استعين بها أنا شخصيا عن بعد، ينجز لي أشياء للثقافة مجانا، ويعرفوها يعرفوا الناس هذه. عندي الأخ الآخر اللي هو سعد الدين، عنده مسكين سنة من يلقى خدمة، عاونتوش. وعندي فخر الدين يدرس بالجامعة والحمد لله ناجح ودار وواصل دراساته. وعندي شرف الدين، نعم نعم خوتي انا، شرف الدين ايضا عنده تقريبا نقول لك سنة ومسكين من لقى خدمة، كان يظل يدقوا في الابواب. وكاين محمد ضياء الدين، بطال. وانا عندي بنتي من 2012 من كملت الدراسه نتاعها، عندها قريب شهر من لقات خدمه، باش يعرفوا الناس.